كنا عم نحكي عن السعودية التي بعد ما قاطعت لبنان يبدو أنه دخلت ويبدو أنه انفتحت الأبواب للرئيس نجيب ميقاتي باللقاء اللي تابعناه من أسبوع تقريبا. هل هذا اللقاء فعلا فتح الباب أمام لبنان والقضية اللبنانية أو تحديدا نجيب ميقاتي؟ أصلا أنا ما بشوف يعني خلافا لكل الكلام اللي كان قال إنه السعودية ابتعدت وكذا أو استقالت من أو استقالت لبنان. لا ما استقالت، كان في مثلا أخذ موقف أساس مسائل معينة، لكن كوجود وكحضور وكذا لا بعدها موجودة. ما أصلا السعودية بتعرف إنه ما فيها هذه، في عندها علاقات تاريخية من 1923 ما بعرف نعم. يعني لو ما في لبنان وسوريا بلدين جارين ملتصقين جغرافيا وهن علاقات بيناتهم يعني أقدم علاقات بين الدول العربية بين دولتين عربيتين، نعم، لكانت السعودية هي الأولى بالعلاقة مع لبنان، نعم، لكن تحتل المرتبة الثانية بعد سوريا اللي بتتقدم فيها بموضوع العمل الجغرافي انه اللصيق دولي لصيق، نعم. فولا يوم السعوديين ابتعدوا، يمكن صار في قطيعة دبلوماسية او لاسباب سياسية معروفة يعني، نعم. اما لا انه هن موجودين لاي درجة. امبارح كانت موجودة مثل ما تبعنا بالمقالات اليوم بالصحف ايضا السعودية في انتخابات المفتي البارحة، مفتي طرابلس. أنا ما بعتقد، وتحديدا على مفتي داريان ويعني عمل المفتي داريان في هذا الموضوع. أنا ما بعتقد إنه في السعوديين بيتدخلوا بهذا الموضوع بهذه التفاصيل، يعني ما بعتقد ما. نعم، لأنه هذه أصلا مسألة دينية، مسألة تتعلق بكل منطقة ومفتيها، نعم، وموضوع ديني يعني ما له علاقة بالسياسي. يعني انه يعني قريت بعض المسائل انا استغربت انه لا ما بعتقد فيها، نعم، ما لا بده يدخلوا يعني بموضوع هذا المفتي مين وهذا المفتي ما مش شغلتهم يعني ما، نعم، بتعاطب هيك موضوع بهالتفاصيل يعني.